المرحله اللي فاتت تحققت هذه الانجازات الكبيره، ربما الفضاء راح يكون اوسع باش نتحدث عليها بعدين، ولكن المرحله القادمه والله باذن الله وتالله غتكون مرحله نتاع ارتكاز لصالح الشباب الجزائري، باسكو ما كاش اون اوتر ايشي، سي ان شوا فاتال. بيولوجيين لا جوناس دون سو بيي ا ديباسي لي 20 مليون دو لا كومبوزون دو لا بوبولاسيون. كي نتكلم على الشباب ماهيش قضيه نظره مركزيه للحكومه او الوزاره، لا، قضيه اوسع عريضه، بلديات محليات ومناصب شغل، خير كبير للبلاد راهي تركع به. نحتاج اليوم باش نعاود نعمل مرافعه ادفوكاسي بليدوايي للخير في البلاد هذه مش غير للشر. لهذا لما تنطلق الحمله في اليوم في نهايه اليوم راح نخرج باجنده حول العمل الجواري والحمله الجواريه، ويهمنا فيها نقطه نطلق منها. صحيح برج بوتفليقه مرشح تاعنا، لكن احنا عندنا بالمقابل ليدوكاسيون بور لا سيتويانتي، التربيه من اجل المواطنه. لو دروا دالي فوتي سي ان دروا اكي بور لا سيتويانتي، مكسب، خاطرش كي نتعلموا احنا ونتكلموا عندنا دوله القانون وعندنا المواطنه. دوله القانون توفر حقوق المواطنه وتضمن وتوجه نحو الواجبات. لكن بالمواطنه الحديثه اليوم تاعنا ربما راح نخرج في مرحله من المراحل من العقليه اللي كانت عندنا في وقت من الاوقات، لما تشوف التلفزيون تشوف غير ناس كبار في فوتي. اليوم الطلبه والشباب راح يكونوا هما يشكلوا المشهد القادم. لان المشهد هذا الحديث هو مشهد الجزائر، اهبط كثير مشمورات، روح لاريديزلي، روح للغوار، روح بشار، روح لتيزي وزو، روح العاصمه، روح لاي بقعه في العالم، الشباب يغلي في البلاد. في المقاهي، في الشوارع، في كل الاوقات. لابد ان الشباب يعاون يعمل تصالح مع هذه القضايا اللي ربما خلفتها مرحله صعبه جدا. حساسه كانت تنتعش بالبلاد. محتاجين اليوم باش هذا الصلح اللي نعاودوا نرجعوه نعطوه مؤشرات نتاع ثقه. لذلك تجي العمليه من خلال تفتيت المجهود الحكومي في قطاعات عديده، وربما سيدي الوزير اكثر مني منبرا ودرايه بحكم انه اعد التقرير الخاص حول الشباب لرئيس الجمهوريه، واتذكر انه كان من العناصر الفاعله حينما عقدنا لقاء الحكومه والولاد في نادي الصنوبر، وخصص انذاك نقطه واحده في جدول الاعمال وهي قضايا الشباب. مع ستة ورشات لتحدث على كل قضايا الشباب، واعتقد ان الحصيلة والتحليل موجود. بقى الان كيفاش تضم الجهود المرحلة تاع الارتكاز اللي جاية وراح نفوتوا منها لهيه، كيفاه نقدروا هذا المجهود الضخم الوطني نستثمروه. ويعجبني هنا واحد الكلام تاع واحد ديموغراف المون، قال لك البلدان اللي الشعب نتاعها عنده نسبة السكان هي اللي جايه نحو اسواق الشغل، يسميها لا فلات الديموغرافي، النافذه الديموغرافيه. النافذه الديموغرافيه هي فرصه لاي سياسي او اي غوفرنونس انها عندها امامها قوه ضخمه من اليد العامله اللي تعد باكثر من 20 مليون جايه نحو السوق، فتقدم مجهود والخزينه تخلص على المجهود. لكن الخطوره لما تكون هذه القوه العامله كل خارجه من السوق راح تقعد على غرار المانيا ودول اخرى. اذا الفرصه بالنسبه لنا احنا فرصتين، فرصه بشريه لهذا الجيل الكبير، وفرصه ماليه اللي هي اكثر من 100 دولار في الخزينه العموميه. واش قاعد لنا؟ قاعد لنا البوزلوف. البوزلوف تاعنا لازم يكون يمتاز بعبقريه ونجاعه وكفاءه واخلاص اللي يخلي هذا التزاوج بين القدره البشريه الموجوده وبين المال اللي موجود في الخزينه يمشي. والبوزلوف هذا اللي تكلمت عليه والعبقريه هذه موجوده في الجزائر. الحرص تاع رئيس الجمهوريه من كل يوم نقرا في الجرائد دي سكوندال على ناس مست المال العام هي مؤشر من مؤشرات الاصلاح في الجزائر. العداله تمشي بداها بعبد المؤمن خليفه وروح. المؤشرات موجوده، محتاجين فقط هذه القوه الكبيره. وانا اطلب منكم رسميا قبل نهايه كلمتي، اسمحوا لي على انني احتكرت الكلمه بشكل كبير جدا، اننا ننزل ببرنامج كشفي منخرط مع احزاب التحالف ومع المنظمات الوطنيه واخر ايضا اللي هو العمل الجواري بورتا بورت، كل دار، كل بيت، كل شارع، كل مقهى عملوا حملات ورانا موجودين للدعم. و2004 2004 عملنا لو جور جي دو فوت دي بوس دون دي كارتي، وين عملنا دعايه كبيره حمله وخلينا المواطنين يمشوا فوطاو ونعاودوها لعندنا ان شاء الله. لقناعتنا ان المحطه القادمه ما يعقدنا فيها حتى واحد.
انا اكملكم كلامي. واحد السيده سالتني قالت مشيت نبغى عن العزوف. قلت لها العزوف ديال شكون قال لك بلي كاين العزوف هذا؟ واش راكم حاكمين علينا من النهار الاول بالعزوف، ولا راكم في خندق تاع فريق اللي باغي يستثمر هذه الفكره في اوساط الشباب؟ احنا في الفريق الاخر، احنا في فريق الجزائر اللي انطلقنا منها في التسعينات في مواجهه الارهاب والتدخل الخارجي، واليوم رانا في خندق التيار الوطني والمجموعه الوطنيه اللي باغيه من خلال الرئيس عبد العزيز بوتفليقه نكملوا في مسار الاصلاحات ونخاطب الان القدامى. شكون يلقى فكره الرموز نتاع الدوله في الدستور؟ تحسب لي الدوله راهي ضعيفه الان باش تعاود دير وتحافظ على هذا الرموز في الدستور الجزائري؟ الناس ضعاف. ليطا عندها ارمي، عندنا دراهم، عندنا بلاد الحمد لله استرجعنا عافيتنا وراهم يغيروا منا. يعني رانا ضعاف حنا في درجه باش اليوم نعملوا تعديل في الدستور ونديروا هذه المكونات؟ لا ماناش ضعاف. لكن درايه تاع رئيس الجمهوريه بالنسبه للجيل المستقبلي خطيره جدا. ركدنا نضنا لقينا بعض الناس قال لك التاريخ بالنسبه لها. زدنا ركدنا نضنا جاتنا واحد لي فلاش فلابراس لا لوا دو 23 فيفري، اي بي ماناش عارفين نردوا النضوج شكون غدوه. الرئيس من خلال تحسين مكونات الهويه الوطنيه والثوره التحريريه ورموز العالم الوطني والتاريخ تاع الثوره اعطى حصانه مستقبليه ابديه، خاطرش من على 30 سنه تقدر تكون الماليه خلاص في الخزينه. بعد الصور يجي اي واحد مفاوض من برا قال ايكوتي فو نو ديرونجي افيك فوتر ريفولوسيون اكسيتيرا سا امباش لا موديرنيزاسيون دي سوسيتي. قولوا نو مسيو، حبيت هذا الموضوع هو الاستفتاء سي كالك شوز دون لا كونستيتيسيون. دونك الفكر اللي راه يخمم في المستقبل فكر بعيد المدى، لاننا عارفين التطورات الحادثه واش راهي باغيه من الجزائر. باغيه باش نعاود ننسلخ وننسخ المكتسبات اللي فاتت، باسكو هي عقده عند الاخرين وعندنا مكسب. لهذا لما نفكر كشباب انا اطلب منكم انكم تخاطبوا الشباب الجزائري بالوعي بالنضج، لان الشباب هذا واعي وفاهم واش انا نتكلم معاه. ونخاطبوا من خلالنا لما نتكلموا، وهنا تعجبني الكلمه تاع سيحمد ويحيى يقول لك ما لازمش الواحد يبدا يعجب صوته كي هذاك اللي يغني في الحمام يضرب في هذيك السيمفونيه، بصح كي يخرج يكتشف باللي الصوت تاعو بالك زوجته ما تقدرش تسمع يغني لها هذه.